صندوق شنو قاعدين بالخيام قاعدين بالخيام صندوق صندوق هل يلقي كلمة ليسمع كلام الذين ضحوا من أجل حرية هذه الأرض وكرامتها الذين بذلوا دماءهم وبذلوا الغالي والرخيص من أجل أن نعيش بحرية وكرامة هم شهداء قوات سوريا الديمقراطية كما أحيي الوفود التي أتت من الرقة ومن كافة الأقاليم في إقليم شمال شرق سوريا من كافة المكونات ومن كافة العشائر أرحب بكم وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في بيتكم الذي هو بيت من بيوت أهل دير الزور بيت من بيوت العقيدات بيت الشيخ والأمير أبو خولة الذي هو أخ لكم قارنا آلاف السنين فنحن اليوم مجتمعين هنا اولا نشاور بعضنا وثانيا نقدم حسن الظن بالمنطقه المنطقه ما بدنا اياها تروح على دمار او المنطقه تروح على فتنه هذا الوقت وقت صعب مرحله مصيريه ترى قرارات سياسيه وعسكريه بالمنطقه ونعطينا